هلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة أبو بلال الصعيدي. يا ريت تعملوا اشتراك وتعملوا لايك للقناة وتفعلوا الجرس. بارك الله فيكم. الصورة دي لي أنا وأعز أصدقائي علي الزليبني. ماشي يا جماعة؟ على فكرة يا جماعة، أنا من نجع حمادي، مركز قنا يعني الصعيد. المهم، والصورة اللي جنبي دي انا وخالي عبد الرحمن، الراجل المحترم، الراجل اللي حته سكره. الراجل ده يا جماعه ما بيقصرش مع اي حد، اي حد ما بيقصرش معاه. يعني لو في نص الليل اقول له يا خالي كذا كذا، يطلع معايا لو في اي حاجه، في اي حاجه، في اي حاجه. يعني جات فتره خدت حوالي 3 سنين ونص، كان معايا ابني حمزه تعبان شويه. ممكن الراجل ال3 سنين ونص دي كان يمشي معايا. ولو جيت في مرة ما خدتوش لما كنت مسافر القاهرة بالواد، كان يزعل. بارك الله فيه، ربنا يدي الصحة يا رب ويكرمه يا رب. الصورة اللي فوق دي بتاعت ابن عبد الله حبيبي ونور عيني. يعني ده حبيبي ونور عيني. اللي جنبه ده ابو دياب الغالي، ده ابو دياب الصعيدي. واكيد فيه ناس مشتركه معايا تعرف قناه ابو دياب الصعيدي. ده اخويا، وان شاء الله ربنا يديه الصحه يا رب ويكرمه يا رب ويجيلنا بالف سلامه. المهم تكونوا كويسين، وان شاء الله دايما تكونوا بخير يا جماعه. والله احنا ما عاوزين غير الناس كلها تبقى بخير دايما يا رب، والامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات. يعني دي حاجة بسيطة النهاردة اللي احنا عملناها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.